يا ابو حميد ازيك؟ صباح الفل يا استاذ عبد الناصر، وبعدين لو دكتور امجد ما شافش انا هقول له. هو اصلا ما استناش، هو اصلا ما استناش. الحلاوه الصعبه، قال لك والملانه اللي كانت بتعجب بالمدارس والحرنكش. والله يا سلام، احلى ايام والله. والترمس بتاع 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 شطه، طبعا. احنا كنا بنموت في التلوث يا راجل. والله ولا كان في كورونا ولا بتاع؟ لا لا لا، كورونا مين؟ انت كنت تاخد، انا اول مصروف خدته قرشين ونص في حياتي. زمان برضو احلى ايام طبعا. بس الراجل بتاع البليله كان ابن ابلسه، كان غالي قوي. البليله دي غاليه من زمان يا ابو حميد. والله يموت في الفته، يقول لك بحب الفته اكتر ما بحب عيالي. خش على اخبار النادي الاهلي يا معلم. نتكلم عن، نبدا بجيرالدو، يعني وكيل اعماله هشام بن صالح، يعني وكيل اعمال جيرالدو، لان الكل بيتحدث دلوقتي عن مساله رحيل جيرالدو من عدمها واخر موسم ليه مع النادي الاهلي. فوكيل اعمال جيرالدو قال ان موقفه في الاهلي لم يحدد بعد، وان اداره النادي الاهلي لم تعد بشان تحديد مستقبله مع النادي الاهلي. وقال كلام مهم جدا، إدارة النادي الأهلي من الإدارات المختلفة جدا، ملتزمة معاه بشكل يعني كويس جدا بشأن مستحقاته، ما فيش أي مستحقات متأخرة. وقال لك إحنا بنحترم أي قرارات سواء الإبقاء عليه أو رحيله، وعندنا كل البدائل اللي موجودة. طبعا إحنا تحدثنا وقلنا إن جيرالدو هو الأقرب للرحيل، يعني بعد نهاية البطولة الأفريقية، يعني إن يشيلوا مكانه ويكون في مساحة لقيد بدر بانون. بالمناسبه بدر بانون غادر مع بعثه الرجاء المغربي الى المغرب، بتابع متعلقاته وخلال 3 أو 4 أيام بالكثير يكون متواجد بتدريباته مع النادي الاهلي. بدر بانون حتى هذه اللحظه الاهلي لم يعلن رسميا التعاقد معه، وان كان ده ما احنا قلنا خلال الساعات القادمه ربما يبدا الرجاء المغربي باعلان الصفقه، ومن بعدها النادي الاهلي يعلن رسميا انتهاء الصفقه. خلينا نوضح برضه، حتى هذه اللحظه الاهلي لم يصل لي اي موعد بشان لقاء فريق الاهلي مع ابو قير للاجهزه في دور الثمانيه لكاس مصر. هناك احاديث كثيره ان يوم 21 نوفمبر يبقى ميعاد مباراه الاهلي مع اسمنت او مع ابو قير للاسمده، يوم 21 نوفمبر. يعني حتى هذه اللحظه اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكوره لم تحدد يعني بشكل كبير ميعاد اللقاء، ولكن ربما يكون 21 نوفمبر هو الميعاد الاقرب علشان يلعبوا الدور قبل النهائي 1 ديسمبر، ويبقى المباراه النهائيه لكاس مصر 5 ديسمبر المقبل. ده التصور اللي موجود جوه اللجنه المؤقته، لكن زي ما انا بقول حتى هذه اللحظه ما فيش قرار رسمي وصل اداره النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي كان في محاولات جاهده ومساعي لنقل مباراه نهائي البطوله الافريقيه دوري رابطه الابطال لاستاد القاهره، ولكن استاد القاهره قرر غلق الملعب للاصلاحات وزراعه النجيل الشتوي وهذا الامر، وبالتالي خلاص نهايه دوري الابطال الافريقيه 27 في ملعب برج العرب بالاسكندريه. تمام، وكمان الزمالك كان يرغب في ذلك، والاستاد القاهره كان هيبقى احسن والله، بس يلا ما فيش مشكله يعني. اكيد اكيد، وفي مصادر في الكاس كمان بتتكلم على ان في نيه لحضور بعض اعداد من الجماهير حتى ولو ان كانت قليله نسبيا. يعني انا اخلي بالك استاد برج العرب بيسيء 60 70، يعني حتى لو 5000 رمزي وتبقى مسافه 4 كراسي ما بين كل واحد، بس ما يبقاش الملعب ميت في نهائي افريقيا يعني. صح، ممكن يبقى 5000 من الاهلي و5000 من الزمالك ويتوسعوا وينتشروا في المدرجات بالكامل، ويبقى حتى الاولويه لاصحاب يعني الاشتراك او اعضاء الجامعات العموميه هنا وهنا، بحيث حتى يبقى العدد محدود شويه. فده فكر وارد داخل اداره الكاف، ولكن هيكون في تواصل طبعا مع الجانب المصري مع وزاره الصحه المصريه، كل ده تنسيق هيتم خلال الفتره القادمه بشكل واضح، يعني علشان الصوره تخرج بافضل صوره، وده احنا كنا يعني متاكدين منه طالما النهائي موجود في مصر، يعني في 27 نوفمبر في برج العرب بالاسكندريه. برضه من ضمن الاخبار، يمكن بعض الصحف المغربيه تحدثت على ان بدر بانون تم استبعاده من معسكر المنتخب بسبب التنسيق على انضمامه للنادي الاهلي، وهو يعني خلال الفتره الحاليه زي ما انا بقول هو في المغرب لانهاء متعلقاته والعوده
من جديد الى النادي الاهلي والاعلان الرسمي على التعاقد. من ضمن الاخبار برضو طالما بنتابع كل الاخبار، الدكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي نزل بوست على الفيسبوك، خطاب من اتحاد الكره المصري، يعني خطاب قصدي من الاتحاد التوجولي لاتحاد الكره الافريقي، بيتكلم عن تاجيل استضافه بطوله غرب افريقيا للشباب بسبب اعداد او تزايد اعداد كورونا في توجو. فالدكتور محمد سراج بيقول اتمنى استغلال هذا الخطاب من جانب اتحاد الكره المصري علشان يتم نقل المباراه من توجو للقاهره، يبقى المباراتين 14 و17 نوفمبر الاثنين يتلعبوا في القاهره. يعني هو نفسه خلي بالك الاتحاد التوجولي قال انه لا يرغب في اقامه المباراه في توجو. يعني في معلومه عندي ان هم لا يرغبوا. والله يا احمد شكلها الموجه الثانيه يا دي، ربنا يعدينا منها على خير يا احمد. ربنا يسترها. يعني يمكن حتى انا بتكلم معاك قوة وزارة الصحة المصرية قالت 200 حالة اليوم، الأعداد بتتزايد، أتمنى بس للجميع السلامة. احنا خلي بالك احنا كنا 8 حالات من أسبوع. الأعداد بتزيد، ويمكن كده احنا ابتدينا حتى في المحيط اللي حوالينا بنسمع عن أعداد، فربنا بس يسترها علينا وعلى كل أهلنا وعلى كل صحبنا السليم. يقفلوا ال أنا من رأيي يقفلوا القهاوي ويرجعوا يمنعوا الشيش تاني. ده اهم حاجه. والله العظيم بتكلم بجد والله، لان القهاوي ما لا. انا استاذ عبد الناصر والله، وكنت مستمتع على فكره من ساعات، كان يعني مهرجان الموسيقى العربيه وكان في فنان هاني شاكر، كنت مستمتع جدا بالحفله وانا بتفرج عليه. لا كمان انا عايز ادعي الناس، فكرتني بقى من يوم 12 الليله المحمديه في مسرح البالون، بقول لكم هتخسروا كتير اللي ما يروحش. الرائع الرائع محمد الكحلاوي والرائع عمنا العظيم احمد ماهر والرائع نجل الشيخ ياسين التهامي المتألق دائما، وحاجة ملهاش حل يا جماعة، حاجة ملهاش حل. يعني أتمنى أنكم تروحوا مسرح البالون يوم 12، يوم 12 الافتتاح الوزيرة يوم 12، وإن شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا رايح، وأجيب لكم خالد فتح الله صديقي. أهم حاجة بس الناس تلتزم. لا المسرح ملتزم، ما بيبقى فيه المسافة من كرسيين لثلاثة. ده الأهم طبعًا. ربنا يا محمود ياسين التهامي طبعًا صديقي وحبيبي، يعني وأنا أقول لكم على فكرة بالمناسبة دي، أقول لكم على فكرة بعد أحمد السيد ما يخلص، أنا أقول لكم على فكرة، أنا أجيب خالد حمد الله ونعمل حاجة حلوة، نعمل 10 تذاكر ولا 20 تذكرة ونعمل عليهم قرعة، ماشي يا عم؟ ليه منهم واحدة؟ أنا بس خليني الأول أعمل الاتفاق، يلا. طيب، خلينا نوضح برضو زي ما أنا كنت لسه بقول أهو، يعني تصريحات رسمية من المسؤولين، الأستاذ علي درويش المدير التنفيذي لاستاد القاهرة قال إن تم الإبلاغ اتحاد الكورة بشكل واضح ان هيتم غلق استاد القاهره لمده شهر من 18 نوفمبر ل 18 ديسمبر. برضه بالمناسبه الكابتن محمد بركات المدير الفني للمنتخب قال لم يتم استبعاد كهرباء بشان ازمته مع محمد فضل، وقال ان بنك كهرباء للمنتخب الفتره القادمه وارد جدا، وان اختيارات المنتخب حسام البدري اختياراته له مطلق الحريه في اختيار واستبعاد اللاعبين، ويعني ما قيل على تدخل فضل في استبعاده ده امر عاري تماما من الصحه. ارجع تاني للنادي الاهلي، رامي ربيعه يمكن بتعليمات من موسيماني كلف كابيلو رانجوانا المدير او مخطط الاحمال في النادي الاهلي انه يبتدي تدريبات لمده 4 ايام مع رامي ربيعه وقبل عوده الفريق. يعني رامي ربيعه بيقدم برنامج بدني مكثف من اجل سرعه تجهيزه ان شاء الله انه يرجع للنهائي، ودي حاجه كويسه جدا ان رامي ربيعه يبدا مبكرا قبل عوده اللعيبه للتدريبات يوم السبت علشان يبدا تجهيزه بشكل مكثف. برضه من ضمن الاخبار المهمه، الكابتن محمود الخطيب هيكون في اجتماع ايضا ربما بعد غد مع موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي في حضور بقى لجنه التخطيط. دي حاجه كويسه ان الاهلي بيستغل فتره التوقف
في اكتر من اختلاف ما بين السيبوني ولجنه التخطيط يعني. انا بتاع حب الرسول، انا بتاع حب الرسول، ماليش دعوه ماليش دعوه بحمائي. حد بيقول لي والنبي تجيب لنا تذكره الحمائي. محمد حمائي حبيبي وزي الفل وانا بحب اسمعه، بس انا ما بروحش اي حفلات الا الحفلات اللي فيها حب الرسول، خصوصا احمد الكحلاوي. انا قلبي عليل ودواه النبي، اللهم صل عليه. ابو حنان فاز يالا، بيقول لك ابو حنان فاز بجد. لا يا حبيبي اضحك عليا يا عم، لسه الجمعة في فرز الثلاث ولايات يا عم، تبيتها يفكرني كفتاجي يابا، لاقيني باكل. قال لك ده راجل جعان واضحك عليا يا بيه، لسه يوم الجمعة في فرز أربع ولايات ولا ثلاث ولايات. ربنا يكرمك يا أبو حنان بحق جاه رسول الله. أبو حنان دخل قلبي والله يا أبو حنان. طبعا كده يا سلام، لو نجح ويموت بعد ما ينجح بثلاث ايام. يا هل لديك اي اخبار اخرى؟ اخيرا اخيرا صالح جمعه كان نشر على الانستجرام صوره هديه تي شيرت من شقيقه عبد الله جمعه ظهير ايسر الزمالك، ده كان عميد ناحيه الرجاء المغربي محسن متولي اهداه لي، اهداه لصالح جمعه عن طريق شقيقه عبد الله جمعه. نفس الوقت برضه لسه الامور بتتحدث والصحف في جنوب افريقيا بتتكلم عن مفاوضات الاهلي مع الارجواني سيرينيو، واحنا قلنا في مفاوضات والناس بتتكلم على الراتب، كل الامور موجوده لكن لسه لم يتم حسم فكره التعاقد من عدمها، وده متوقف على فكره الابقاء على اليو باتجي ايضا من عدمها. نفس الوقت يمكن الاهلي بينهي ملف صفقه بيكهام، وزي ما انا بقول يمكن يخش اعاره لاعب او اثنين على هامش هذه الصفقه دي للاهلي بيحسمها. ايضا احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي المعار للجونه في بعض العروض اللي جايه ليه، ولكن يعني الكل بينتظر راي موسيماني. زي ما انا قلت الاهلي او موسيماني استقر على عوده 4 لعيبه من ملف المعارين، في بعض الاسماء الاخرى ربما يفكر في الابقاء عليهم وربما يتخذ قرار ببيعهم. كل ده يعني هيتم توضيحه في الفتره القادمه، وراجل لسه بيناقش وبيتفرج، فكل الامور دي هيتم حسمها خلال الايام القادمه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا ابو حميد. شكرا جزيلا استاذ مصر.